عن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما من غيرها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. الصمت وحسن الخلق، ما تجمل أحد بمثلهما. التجمل هو أن يلبس الإنسان الثياب الجميلة، الهيئة الحسنة، التجمل، أخذ الزينة، يعني ما تزين أحد بمثل هاتين الخصلتين، الصمت وحسن الخلق. لماذا الصمت؟ لأن الطبيعة البشرية أن الإنسان يحب أن يتكلم. لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، ولكن أن يستدعي الأمر السكوت في مواطن السكوت، هناك مواطن يجب الإنسان أن يتكلم فيها من طبيعة الحال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس وإرشاد الناس، وهذا كلام محمود، ولكن الكلام الفارغ فهو على صاحبه. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقولون: من عد كلامه من عماله قل كلامه. لماذا نتكلم كثيرا؟ لأننا نعتبر أن كلامنا ليس من عملنا، وكأن الأعمال محصورة فقط في الجوارح، في حين أن الكلام إما أن يرتقي به الإنسان إلى منازل العلا عند الله تعالى عز وجل إذا كان كلام حق، أو ينزل صاحبه إلى أسفل الدركات إذا كان الكلام الباطل الكذب وشهادة الزور والطعن في الناس والسخرية من الناس وزن الناس والكلام الساقط الفاحش، فهذا يرضي بصاحبه إلى أدنى الدركات. نقرأ في الإحسان عنوانا: علوم الصمت. الصمت حكمة، والصمت علم، وخصوصا أثناء الجدال وقد تقدم معنا أحاديث كثيرة عند الحوار وعند الجدال. فلا تماري صاحبك وإنما تسكت عنه رحمة به وشفقة عليه وحدبا عليه حتى لا يسترسل في وينطق بما لا تحمد عقباه. فهذه علوم الصمت، ولا يقدر على التحكم باللسان إلا من كان ذا إرادة قوية. ما تجمل أحد بمثلهما،
يعني ما لبس ثوبا جميلا أفضل من ثوب الصمت وحسن الخلق. إذن هاتان الخصلتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان. أخف على الظهر يعني لا تكلف شيئا، يعني حملها ليس ثقيلا. لا يمكن الإنسان أن يلازم الصمت ولا يضره شيء، في حين أن هناك عبادات التي حملها ثقيل كعبادة الجهاد وعبادة الأمر والنهي عن المنكر وعبادة القيام في الليل وعبادة الصيام الهواجر هذه حملها ثقيل، ولكن عبادة الصمت خفيفة ليست ثقيلة على الإنسان، ومع ذلك يعرض الإنسان عليها. هذا معنى أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها، وأثقل في الميزان من غيرها الصمت وحسن الخلق. الحسنات كثيرة ولكن أثقل الحسنات في الميزان هو حسن الخلق والصمت. تابع. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا: فمن أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، وهذا يدل على تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم إياه وتعلقهم به والتوجه الكامل للأخذ منه والتشرب منه وسماع كلامه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيجلسون مثل هذه المجالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما على رؤوسهم الطير. الطير تقع على ماذا؟ على الأشياء التي لا تتحرك. الأشياء التي تتحرك لا تقع الطيور عليها، ولكن الأشياء الجامدة الثابتة التي لا تتحرك تنزل عليها الطيور. إذن الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مثلهم كمثل البنيان وكمثل الأعمدة، كمثل يعني لا يحركون ساكنا. لماذا؟ لأن الحركة تنقص من الخشوع، تنقص من الخشوع، تخصم الخشوع، كما جاء في الأثر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وبما أن الجوارح تتحرك هذا دليل على انعدام الخشية في القلب، فلو كان القلب خاشعا فيه خشية الله تعالى عز وجل لما تحركت الجوارح. فتحرك الجوارح هو نقصان في شعور الخشية والخشوع لله سبحانه وتعالى عز وجل. نقرأ في حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إن لما جاء سيدنا جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه، قال: يا محمد، فسأل ما الإسلام والإيمان والإحسان؟ وضع يده على فخذيه صونا لهما عن العبث. يعني يدك إذا مش ديتي شيء كتبقى كتحرك في الشعر ديالك في الحياة ديالك في الطروف ديالك كتحرك، وهذه الحركة كتخصم الروحانية، كتنقص من الروحانية، معناه القلب كيكونش موجه
التوجه كامل، داك الحركه كتشوش عليه. وهذاك الصحابه رضي الله تعالى عنهم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن على رأسه الطير. ومثل هذه الاحاديث ينبغي ان نترجمها نحن الى مجالسنا، في مجالسنا هذا اسم الجد، هناك محدث يحدث، فيجب ان تستحضر ان الكلام تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اذا كان هذاك اللي كيتكلم يعني ليس في مستوى الكلام، اذا لم تعظم المتكلم عظم الكلام الذي يتكلم به، لان سوء الادب مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك الحركة والضجيج وصخب والكلام والحديث يتلى أو القرآن يتلى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي كلام الله وكلام رسوله. كادو الناس عامة في المجالس كيكون القرآن يقرأ يتلى والناس كيشربوا اتاي ويتكلموا، وكأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. انطبق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذا الرجل متكئا على أريكته فيحدث بحديثي، إذن اسمع الحديث يا سيدنا صلى الله عليه وسلم يجلس خصو يتعوض، خصو يحضر بال ديالو، خصو يسمع يستفد ولا يبالي بالحديث. علاش؟ عندما يعترض الناس عليه يقول بيننا وبينكم كتاب الله، انا ما كنعملش بالحديث، لا اعمل بالحديث. هناك طائفه يسمون يطلقوا عليهم قرآنيون، يقولوا نطبق القرآن وحده. القرآن هو الذي أمرك بالحديث، الحديث أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن يبقى حبرا على ورق طلاسم غير مفهوم إذا لم نستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي تبين القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لعن الله النامصة والمتنمصة، المتفلجات للحسن مغيرات خلق الله، الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المتفلجات للحسن مغيرات خلق الله. فسمعت امرأة فقالت له: أين حرم الله تعالى الزواج النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن؟ أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره، يعني ما وجدش شي آية اللي في هذا المعنى اللي كتحرم النمص والتفلج، يعني تزيين الأسنان برمها لأجل الزينة. قلت له: أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره، في كين هذه الآية؟ قال لها: إذا قرأت القرآن فقد وجدته، يعني راك عثرتي على الكلام اللي ربي كيحرم فيه لعن الله اللعن ديال النام. قلت: أين؟ فقرأ عليها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآية شاملة، إذن الأمر الذي أمر به الرسول هو أمر من الله سبحانه وتعالى عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
تابع. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني، قال اعبد الله لا تشرك به شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك. هذه وصايا سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد سفرا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فكانت الوصايا الأولى التوحيد بلا إله إلا الله لا تشرك به شيئا، وهذا التوحيد هي رسالة التي جاء بها الأنبياء جميعا لخلق الله تعالى عز وجل، جميع الأنبياء بعثوا بهذه رسالة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. في كل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا، ما مضمون هذه الرسالة؟ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن فأول ما يمكن أن نتواصى به أن نتواصى بتوحيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. الوصاية الثانية قال يا بني يا نبي الله زدني. انظروا إلى الصحابة لا يشبعون من خير، دائما يستزيدون من العلم ويستزيدون من النصح، فالمؤمنون لا يشبعون من خير حتى يكونوا منتهاه الجنة. يا رسول الله زدني، فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن. والحديث تقدم معنا في صيغة أخرى، أتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، إذا أسأت فأحسن. الفاء للترطيب مع التعقيب، يعني بمجرد ما تشعر بالإساءة أعقبها طاعة حتى تمحو تلك الطاعة، تمحو تلك الإساءة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السيئات يعني كل ما ارتكب الإنسان لا ينتظر، قال الله تعالى ثم يتوبون عن قريب، مش عن بعيد، من بعد يجي الموت، تجي معاصي أخرى، تجي أمور أخرى اللي يمكن تشغل الإنسان عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. قال إذا أسأت فأحسن، يعني يتبع الإنسان السيئة الحسنة، لأن طول الأمل ينسي كما قال سيدنا علي، من بعد أنا باقي صغير حتى نكبر شوية شوية حتى نداوم، بعد صافي نسيت هذيك المعصية مسحتيهاش، قالت تسجلها في الصحيفة ديالك. ثم إن سيدنا معاذ طلب الزيادة أخرى، قال زدني يا نبي الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك. خلقك استقم وليحسن خلقك، كما أوصى الصحابي الذي قال رسول الله يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني وأوجز، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني خيرات الإسلام ورحمات الإسلام وأوامر الإسلام وفضائل الإسلام كثيرة جدا، من أين أبدأ؟ كثرت علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله توحيد ثم استقم،
الزم الطريق المستقيم، لأن الانحراف عن الصراط المستقيم في الدنيا قد ينتج عنه الانحراف عن الصراط الذي هو جسر فوق جهنم. فمن ثبت على الصراط في الدنيا ثبته الله على الصراط في الآخرة، ومن زاغ عن الصراط عن صراط الدنيا، والله تعالى علمنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في فاتحة في كل الصلاة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الأنبياء والصالحين المنعم عليهم، غير صراط المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، لأن هي تؤدي إلى الهلاك. فمن استقام على الصراط في الدنيا جاز وثبت على صراط الآخرة، وذاك هو طريق الجنة، أي بعد النار هناك الجنة. وليحسن خلقك. لماذا أوصاه بحسن الخلق؟ فسيدنا معاذ أراد السفر، والمسافر يحتاج إلى أن يحسن أخلاقه. متى يظهر الإنسان على حقيقته؟ عندما يكون مع الناس قد يتظاهر بحسن الخلق وبالآداب وبالأخلاق، ولكن السفر، أقول السفر يسفر، يعني يكشف عن حقيقة الإنسان، عاد كيف الإنسان على الحقيقة دياله. مع الناس يتكلف الأخلاق الحسنة، ولكن ملي كيكون في دارو عاد كيبان في الحقيقة ديالو، ملي كيكون مسافر عاد كيبان على الحقيقة ديالو. أن السفر كيكون فيه احتكاك، كيكون فيه الزحام، كيكون فيه أنتم كتشوفوا الناس ابتداء من المحطة، اللي كيجي لكم المحطة اللي كان زحام، كيفاش الناس كيتزاحموا، الناس اللي كيمشيو للحج، الحج في المناسك يعني زحام شديد، حتى شي واحد ما يخليك تدوز. إذن هناك تبان حقيقة الإنسان، واش هو ممتص بالأخلاق الحسنة أم أنه يعني ما اعتاد عليه من عادات تظهر وتبرز بشكل مفاجئ. فوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، استقم وليحسن خلقك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. السعة هي الزيادة في الكفاية. هناك أمر يعني يكفي، فالزيادة فيه هي السعة. مثلا هذا البيت يعني يكفي مثلا 100 إخوان وأخوات من الحضور. الآن يعني في كفاية وزيادة، يعني ما زال هناك متسع. فهذا تشبيه، فكأن الأخلاق أو القلب بمثابة المكان. هناك بيت ضيق لا يمكن أن يدخل فيه إلا أعداد أفراد قلائل، هناك بيت فسيح واسع يستوعب آلاف من الناس. إذن فقلوبنا يجب أن تكون فضاء شاسعا واسعا لا حدود له، ليستوعب البشر جميعا. أنا رسول تكلم عن الناس، والناس فيهم اليهود والنصارى والمجوس وكلهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. الناس يعيشون الفقر المدقع والاحتياج الكثير، هناك من يحتاج إلى الأدوية، وهناك من يحتاج إلى السكن، وهناك من يحتاج إلى المال، وهناك من يحتاج إلى الأكل والشرب، وهناك من يحتاج إلى المأوى، وهناك من يحتاج. فلا يمكن للإنسان أن يغطي جميع الاحتياجات،
بما لديه من مال. كيقولوا العين بصيرة واليد قاصرة، ما يمكنش يعني تمول الضعفاء ديال العالم كله. ولكن بالنسبة للقلب كما قال الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق، ولكنكم تسعوه بأخلاقكم في بعض الروايات. يعني حسن الخلق أنك تغطي البشرية كلها، أن يستشعر قلبك الرحمة والرفقة والحنان والعطف والحدب على خلق الله تعالى جميعا، فيتسع القلب لكل البشر، تعطف عليها، تحبها، تسدي إليها الخير، تشفق عليها، ترحمها، كل حسب سعة قلبه. وبسط الوجه، الابتسامة في وجه أخيك صدق، ليس لديك ما تتصدق به على كل الناس، يمكن أن تصدق على جميع الناس. طلاقة الوجه وبشاشة الوجه والكلمة الطيبة وحسن الخلق مع خلق الله تعالى جميعا تغطي احتياج الناس جميعا، مع القريب والعدو، الصديق والعدو. أن تبتسم في وجه الناس حتى الذين يعادونك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.